هل يجوز لامرأة أن تذهب للحج تحج عن أخيها بدون محرم وهي فوق الأربعين؟ تحج عن نفسها لا يجوز أن تسافر بدون محرم، فكيف عن أخيها؟ لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج بدون محرم. والحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني أسقط عنها هذه الفريضة حتى تجد المحرم، يعني لا يلزمها أن تحج. وتبي تحج عن أخيها ترسل من يحج عنها، الحمد لله بمالها، المال الذي ستصرفه على نفسها بالحج تعطيه من يتبرع أو عفوا من يقوم بهذا العمل ويحج عن أخيها، أو تتصدق عنه والصدقة أفضل، تتصدق عنه بهذا المال والصدقة أفضل، إنه لا خلاف فيها بين أهل العلم.